اليوم السبت 23 فبراير 2019 يوم تاريخي لجمعية زراعة الأسنان الليبية للاذي، حيث نفتتح فيه فعاليات المؤتمر الليبي الأول لزراعة الأسنان. اسمحوا لي أن أتقدم ببالغ الشكر للإخوة الزملاء المشاركين بأوراق بحثية وملصقات علمية وورش عمل من مختلف أنحاء ليبيا. شكراً لإخوتنا من بنغازي والذين ساهموا بعدد كبير من المحاضرين. شكر خاص جداً لشركة الفهد الراعي البلاتيني للمؤتمر، والتي كانت وراء هذا الحدث بكافة إمكانياتها المادية والمعنوية. ثناء خاص لكل أعضاء اللجنة التحضيرية والتنفيذية، الجنود الذين حولوا الحلم إلى حقيقة واقعة. وبهذه المناسبة السعيدة يشرفني أن أعلن على أنه سيتم تكريم كافة الزملاء المؤسسين للجمعية في الحفل الختامي، بداية مشوار الألف ميل خطوة. والحمد لله كانت البداية قفزة نوعية للجمعية. وفي الختام، السياسة تفرقنا والعلم يجمعنا. شكرا. والله هو المؤتمر منعقد في إطار جمعية زراعة الأسنان الليبية، واحدة من أهدافها دعم البحث العلمي في مجال زراعة الأسنان، إعداد كوادر طبية متخصصة في زراعة الأسنان، عمل دورات دبلومات في المستقبل، وعمل لقاءات علمية دورية أو شبه دورية. كمزولين لهذه المهنة، مهنة طب الأسنان والزراعة، هل ترون بأن طب الأسنان عموما في ليبيا يشهد تقدما أو خطوات ثابتة قياسا بالدول العربية؟ والله الحمد لله، يعني بعد الأمور الصعبة اللي مرت بها بلادنا، الحمد لله توا حاليا في نشاط علمي ملحوظ بالذات في مجال طب الأسنان، واللي احنا نحدو لان اعداد اطباء الاسنان تكاثر بشكل كبير واصبح، فلازم ان نحافظوا على الجوده. المؤتمرات العلميه هذه تعتبر ضمن اطار التعليم الطبي المستمر، واللي تاهل الدكاتره ان يكونوا للافضل. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. السادة الكرام، نرحب بكم في هذا المؤتمر النوعي الذي تعقده الجمعيه الليبيه لزراعه الاسنان ضمن النشاطات العلمية والتنظيمية التي تهدف إلى تطوير هذا التخصص لكي يكون الوسيلة المناسبة والاختيار الأفضل لتقديم خدمة الاستعادة عن فقدان أهم أعضاء الجسم الإنسان وهي الأسنان، واستعادة وظائفها العضوية والتجميلية والتراثية. أيها الضيوف الكرام، أيها الزملاء الأعزاء، إن الجمعية الليبية لزراعة الأسنان تعمل لجمع الزملاء الأطباء العاملين في هذا التخصص ضمن إطار فني موحد يساعدهم على التواصل والتكامل والمشاركة في المناشط العلمية الوطنية والعالمية. طبعا بالنسبة للجمعية الليبية لزراعة الأسنان، نحن في سنة 2012 تنادت مجموعة من أطباء زراعة الأسنان لتكوين هذا التجمع، حوالي 40 طبيب. ناقشنا الموضوع وبدأنا في استصدار تراخيص، واستطعنا أن نستصدر التراخيص من وزارة التعليم العالي في هيئة البحث العلمي، وأصبحت الجمعية قانونية منذ 2012. ولكن نظرا لظروف البلاد لم نستطع أن 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 نستمر في نشاطاتنا، وتوقف نشاطاتنا منذ 2013. عدنا الآن في نهاية 2018 وعملنا إشهار للجمعية من خلال المؤتمر بنغازي، ومن خلال مؤتمر طرابلس السابق، ومن خلال هذه الإشهارات استطعنا تسجيل أكثر من 200 عضو في الجمعية بعد أن كانت 40 عضوا. كما عملنا إشهار للمؤتمر السنوي الأول لزراعة الأسنان، والحمد لله عندنا حاليا أكثر من 700 شخص في هذا المؤتمر في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم الثاني. باسمي وباسم وزارة الصحة وحكومة الوفاق الوطني، أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح أعمال المؤتمر الليبي الأول لزراعة الأسنان الذي يعقد في هذا اليوم المبارك بمشاركة فاعلة من ذوي الاختصاص والمهتمين بمجال زراعة الأسنان الذي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
في محاولة جماعية لنقل المعرفة بهذا المجال المهم من علوم طب وجراحة الفم والأسنان. الأهداف المؤتمر هو جمع كل أخصائي زراعة الأسنان والمهتمين بزراعة الأسنان لتقديم البحوث العلمية للرفع من كفاءة خدمة زراعة الأسنان في ليبيا، بالإضافة إلى حتى جميع الزملاء للانضمام لجمعية زراعة الأسنان، كل الناس المهتمة. طبعا زراعة الأسنان الآن خدت في جزء كبير من طب الأسنان في العالم، وتقدم خدمات كبيرة جدا للمواطنين، فاحنا نسعو للرفع من قيمة من كفاءة الخدمات للمواطنين والرفع من المستوى العلمي لزراعة الأسنان في ليبيا. هذا شنو؟ هذا فولكيت. فولكيت. ما عملت شنو؟ شو؟ ما فينا نتكلم.